طبعا في ظل الإهمال الحكومي، قام الشباب العراقي بمبادرة في ظل العجز الحكومي عن توفير أبسط الخدمات. ففي ساعات متأخرة من الليل قام بعض الشباب في محافظة البصرة بإصلاح ما هو مخرب في الشوارع وبجهد ذاتي في ظل الغياب التام للدور الحكومي. فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجموعة من شباب لطيف يقومون بملء هذه الفساح التي كانت سبب في ازدحامات الجسر. وحيدر قواك الله اخوي، طبعا انتم هاي مساهمه ولكم طبعا اجر عظيم. جن شنو تقولون للحكومه وخصوص الشعب؟ والله محسن احكيه، ويعني بدون لا شقه ولا ضحك ولا مجامله، الله يشهد ليله جمعه. نعم. بعد ان عجزنا عن مخاطبه الشرفاء، نعم خاطبنا غير الشرفاء ما سمعونا، خاطبنا انقص منهم احد ما حد سمعنا ايضا. اضطر الشعب وهاي الناس الشباب، هو شيء بسيط على ما له قيمه، اقول لك شيء بسيط، اربع جاز بينتي وعربان ترمل عفوا ستوته وحصوا وهاي الشباب وما تنكر ما تمر عليه محمد زين واقفين زين. الحكومه ما تقدر تسوي يعني ماشي ابو حسن يدري ما بين ثلاث جاز بينتي تقضين على الصبح تقريبا كذي باكر بالسلامه. الجزء الثاني مو ابو حسن ان شاء الله سوي لي الصفحه ان شاء الله. الجسر الثاني بعون الله الله شاهد. هاي القضيه اي تبقى شريف بالحكومه، اي واحد شريف بالحكومه رايدين منه لوري جير لوري جير عمي، واحنا نشتغله الذب النقره جير والسمعه والسحقه هي هاي هي كل شيء ما نحتاج. يا ابو حسن ايش طالب من الدوله؟ يعني طالب ابسط مقومات هي وين الدوله؟ عمي الدوله على الفقير على المسكين، علون امه وابوه من يكظونه. الدوله هي الزنقين يبوك، اللي بالحكومه يبوك، نعم ترقعت السوداء كلها تبوك، ما حد يحاجيك.